تسمعوني يا سنة رابع؟ ايوه نسمع. فزي ما قلت لك، أحيانا ما تقدر توقع من توقيت مؤقت وتعمل التريننج للفترة المناسبة، بس على فكرة بالماشين ليرنينج أنت وحظك، ما أقدرش أضمن لك وأقول لك 100% أن تطلع حقك النتائج، أنت وحظك، لأنه بلاك بوكس. أنا كلمتك الأسبوع الأول وقلت لك هي عبارة عن صندوق أسود، جرب الخوارزمية دربه، بس على سب كلما درست أكثر كلما تطرقت أكثر. بس اللي يقول لك أنه نتائجه مضبوطة 100% أقول لك أني أنه يكذب عليك، وأقول لك لا أنه يكذب عليك. ما فيش حاجة اسمها، أنا تخصصي ماشين ليرنينج واللي اشتغل فيها كمان ديب ليرنينج، تمام؟ ومع هذا رغم انه قد اني متخصصه بالمجال وكم قد نبغى نشتغل، ومع هذا والى الان عاد انه في نتائج انت وحظك. مش معناته انت وحظك، لا، معناته انت وحظك بالنتائج اللي تطلع بعد ما تبحث. لانه انا مثلا داري الادوات التولز المستخدمه بالكلاسيفيكيشن، عارفه ايش الميثود، غيرنا الميثود، قربنا الاستراتيجيات، نقرب نوجد احلى حاجه. في عندك اكسبرت، يعني اكسبيرمنت او قد 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 اكسبرت انه تختار ايش التولز اللي موجوده معك، ومع هذا قد تخفق. فمش معناته انه ذا العيب ان انت مش فاهم، او العيب ما... لا او العيب ان انت ما قدرتش تستخدم بشكل مناسب، لا، ولكن العيب الاله نفسها اللي تدريبها قد يا اما يكون في بيانات احيانا خاطئه. ولذلك في الان لما ندرس الماشين ليرنينج ننتبه، نقول لك كم انتبه البيانات حقك وكمان السامبل، وهذا اللي قلت اني بتطرق لكم المره الاولى، وهذا دون انت بعدي. لانه بصراحه انا حاولت اجيب لك مرجع يشمل كل اللي اشتقوا له، ما شفتش. فلذلك حاولت اجيب لك يعني هذا الملف اللي الموضوعات الاساسيه، والحاجات الثانيه حاول تدون بعدين، لانه ما فيش كتاب شامل كامل. في كتاب يتطرق لك موضوع يعني يسترسل فيه كثير، تجي المواضيع الثانيه المهمه قليل. فانا الان اقول لك خبرتي انا كيف هي بمجال الماشين ليرنينج حسب المفردات اللي انت بتاخذها لسنه رابعه، لانه ما بتقدرش تحصل بكتاب او حد بيجي يختصر لك على مدى ال10 محاضرات كل السيلابس اللي انت بتحتاجه. انا اجيب لك الان زبده الماشين ليرنينج، فكل نقطه من النقاط اللي اقولها بحر حد ذاته، تقدر تروح لكل نقطه، لكل مصطلح انا اقوله الان احاول ابسطه على قد ما يمكن لاصحاب البكالوريوس. انت لو انت حابب تتطرق وتنشر اكثر، روح طلع يعني استطرق هناك وهناك وهناك، لانه انا اجيب لك منظور خبره في يعني. فاخاف اجيب لك كتاب واقول لك هو ريفرنس وانت تشي تعتمد هذاك الكتاب، ما فيش كل الحاجات اللي تفيدك كبكالوريوس. لذلك انا بحاول ابسطها لك واجيب لك الاشياء المهمه بحسب اكاديمي وخبره. لو وانت دون بعد الحاجات اللي مش موجوده بالسلايد، وبعدين لو انت تشي تتطرق لها اكثر، روح ابحث عنها وابحث اكثر، لانه كل موضوع اقوله كتاب بحد ذاته. زي مثلا الكلاسيفيكيشن، هل هي كذا؟ لا. حتى مثلا اختيار السامبلز، هل بتحصل اي كتاب يقول لك ما هو الاختيار السامبلز الصحيح؟ لا، لانه انا عملت دراسه وكان في معي باحد البيبرات كيف بتختار عمليه السامبلز بعمليه التريننج. فكان في ناس يخطئوا كثير بالماشين ليرنينج بعمليه الداتا، بعمليه الانبوت داتا. فكيف كانوا يعملوا؟ على اساس يحدد لك اي صوره ويقول لك الله عمل عمليه تدريب، وهذا كان غلط. لانه كان المفروض اي لما اجيب لي الماشين لا اجيب له السامبل، ايش معنات السامبل؟ العينات اللي بعمل لها عمليه تريننج، لا اجيب لها عينه حلوه جدا، تمام، حلوه جدا، بحيث لو جاء عينه مثلا مهتريه شويه او حقها الكواليتي حقها مش هذا، او المعالم حقها ممسوحه، ما تعرفش عليه، لانك انت جبت له بيانات جدا حلوه، يعني ما بيتعرفش على البيانات اللي مش واضحه. وكمان لو حاولت تجيب بالمرحلة الثانية بيانات كلها رديئة، كمان حقك التريننج ما بيتطورش، بحيث لو جيت فيها سامبلز حلو يمكن تقدر تقول لا السامبل هذا يمكن ما تتعرفش عليه. فمعناته كمان حتى لما علقت يا وسيم قلت عشوائية، هي أيوة عشوائية، ولكن مش معناته عشوائية بمنظور أو منطلق اللي هو إيش؟ إنه بختار السامبل بالنص، لا إنها جيدة جدا لا هاي كواليتي ولا جدا لو كواليتي. فأنوع، أجيب لو كواليتي، أجيب هاي كواليتي، أجيب بالميديوم، وكمان ما أجيبش يعني ما أجيبش بيانات كلها، لا، أجيب جزئية بس من البيانات بعملية التريننج. هذا واحد، هذا أول معيار، إنه المعيار اللي بحدده لا هاي كواليتي
ولا لو جدا كواليتي، وانوع ما بينهم البيت. هذه واحد. النقطة الثانية اللي بركز عليه، كيف بقسم الداتا؟ أنا مثلا في معي 100 سامبل، إيش معنى 100 سامبل؟ معي 100 صورة. الصورة هذه على أي أساس أنا بشتغل فيها وأعمل لها تدريب ككلاسيفيكيشن؟ مثلا إيش معنى كلاسيفيكيشن؟ خلينا نقول مثال، أني أماني، أماني ولا مش أماني؟ أو خلينا ما أترككم مش أماني، خلينا على الكانسر مشان ما ترتبشوش، خلينا على نفس المثال الكانسر. المثال الكانسر هذه، هل هو خطر ولا عادي بالبداية؟ مش خطر. على افتراض هذه اثنين كلاسز، هل هو خطر ولا مش خطير بالبداية ولا مش بالبداية؟ لو بالبداية مش خطر، لو بالنهاية خطير. فبعتمد معي اثنين كلاسز، فايش بعمل؟ اجيب الصور. افترض معي 100 صورة للكانسر، اروح اشيل هذه 100 الصورة. اول حاجة بعمل لها ايش بعمل لها؟ بعمل حاجة تسمى داتا بري بروسيسنج. ما هي هذه الداتا بري بروسيسنج؟ معناته انه بحاول اجهز حق الداتا. طيب هل انا كماشين ليرنينج اجهز الداتا؟ مش شغلي، هذا داتا مايننج. فانتبه، المفاهيم تلخبط ما بينهم الاثنين. فالكلام اللي يقول بجيبه على اساس ان انت قد عندك داتا مايننج، لو انت ما عندكش داتا مايننج بتروح على ايش؟ بتروح على الدوله الجاهزه اللي تعمل لك داتا بري بروسيسنج. بس مش شغلتي ماشين ليرنينج، حتى لما تيجي تشتغل ما تشتغلش على حاجه اسمها داتا بري بروسيسنج، مش عليك اصلا، مش ماشين ليرنينج. ولكن قبل ما ادخل على الماشين ليرنينج اجهز حق الداتا. جهز حق الداتا، اجيب عنينة بتجي حاجه تسمى فيتش. الان ماشين ليرنينج ايش اول شيء بخطوات الماشين ليرنينج؟ اعمل مثلا فيتشرز اكستراكشن. طيب ما هو الفيتشرز اكستراكشن؟ انني اروح اجيب من السرطان او صوره السرطان بالبدايه ايش السمات الموجوده فيه، مش موجوده بالنهائي، يعني ايش اللي يميز السرطان بالبدايه عن النهائي، واطلع حق السمات على جنب. الحاجة المتشابهة بينه وبين الحالة النهائية ماليش علاقة، أحذفه. أجي أشوف الثاني النهائية، ما هي الحاجة اللي تميزها عن الأول؟ الحاجة المتشابهة احذفه، والحاجة المميزة عن الأول خليه. الآن إيش عملنا؟ فيتشرز اكستراكشن، جمعنا الصفات حق الكانسر بالبيجنينج والكانسر بالفاينل ستيج. مثلا على افتراض إنه بيجنينج وفاينل، جبنا بالفاينل ستيج، بعدها جمعنا الفيتشرز. طيب جمعنا الفيتشرز، احيانا الفيتشرز بعد ما جمعتها في من الماشين ليرنينج خطوه ثانيه تسمى اللي هي ريدكشن، اللي فيتشر ريدكشن. ايش معنى فيتشرز ريدكشن؟ اللي تقليص السمات، يعني زيد قلص السمات اكثر. طيب كيف بزيد اقلصها اكثر؟ عن طريق دوال. في بعض دوال جاهزه وخوارزميه جاهزه، من ضمن هذه الخوارزميه في خوارزميه تسمى بي سي ار. من هي هذه البي سي ار؟ بيرسونال كومبوننت، عفوا بي سي اي، بيرسونال كومبوننت اناليسيس، اللي هي عباره عن عمليه ايه تسمى كده، بي سي بيرسونال كومبوننت اناليسيس. هذه هي البي سي اي، داله جاهزه موجوده بالبايثون، قد تستدعي استدعاء عادي، هي اللي بتعمل لك عمليه تقليل او تقليص للفيتشرز حتى يتم الوصول لحاجه تسمى discriminate feature. ايش معنى discriminate features؟ الصفات المميزة اللي مش موجود عند حد، يعني اكثر صفات مميزة. فبشوف اكثر هذه الصفات المميزة، واروح وين بالضبط اعملها، بحاول بعدها ادخلها لمرحلة التريننج التدريب. فبالتالي اول شيء عملت features extraction، بعدين عملنا features ريدكشن لتقليل الفيتشر، بعدين نجي على مرحلة التدريب. مرحلة التدريب كيف تعتمد؟ انه تقول له ها كما هذا الصفة، تشوفون الان كلاسيفيكيشن، معلش كلاسترينج، الان كلاسيفيكيشن، ايش اقول له؟ هي شوف هذه الصفات كما هو كانسر بالمرحلة الاولى، واخليه يتدرب على الصورة الاولى، وارجع اجيب له الصورة الثانية، اقول له هذا الصورة الكانسر بالمرحلة الاولى، وادربه لكل الصور اللي انا حددتها. نفس الشيء اجي له الصورة حق الكانسر المرحلة المتقدمة والخطيرة، أقول لأنه الكلاسيفيكيشن في معلم عليها، وأقول له هذه الكانسر بالمرحلة النهائية، هذه الكانسر بالمرحلة النهائية. وبالتالي الشبكة تدربت وتعلمت. طيب بعد ما تدربت وتعلمت أجي أفحص بمرحلة التستينج. فالآن أجيب له يا إما صورة كانسر بالمرحلة الأولى أو صورة كانسر بالمرحلة الأخيرة، وأشوفه هل بيجاوبني صح حسب ما علمته. طيب فإذا نعم، انت ما عدلتش وسيم، انت تسألني ولا لا؟ بتعمل بشكل افضل صفحة مع طيب هنا معناته انه فيه تعليم عليه. تمام، ها ها ابو بكر،
ايش قصده بالصفحة معلقة؟ ما افتهمنيش. هو قصده انه عنده مشكلة ولا هو يسأل على عنده؟ لا انا الأغلب عندي، بتاع الوقت ها، ما لانه انا راح احاول على الشات اللي عنده مشاكل بالصوت ما يقدروش يسألوا. طيب نرجع على ايش قلنا، اجي على المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التستنج. فاذا اجاب، ها ركز معي، اذا اجاب اجابة صحيحة كان بها اعدي، ما جابش إجابة صحيحة هذه الماشين ليرنينج أرجع للمرحلة الأولى اللي مرحلة التريننج مرة ثانية. طيب بعد مرحلة التريننج سأل جاوب إجابة صحيحة عدي، مش إجابة صحيحة يرجع مرة ثانية. طيب في معك الآن بعد المراحل اللي احنا تطرقنا لها، متى أتوقف عن التدريب؟ حد يقول لي متى أتوقف عن التدريب؟ متى أتوقف عن التدريب؟ متى أجلس؟ أعتقد لما تتوقف البيانات عن التغيير. ممتاز جدا، لما توقف البيانات عن التغيير، لما تكون النتيجة هي نفسها زي ما قلتم. يعني هذا واحد مثلا الآن قد طلعت النسبة الأولى 80%، النسبة الثانية 80، النسبة الثالثة 80، النسبة خلاص ما فيش تغيير. هل أجلس أدرب؟ لا أوقف. هذا زي مثلا حد لما يدرسكم بالقاعة يشرح لك يشرح لك أفتهم لك، عاد في حد مش تهملوش عادلك مرة ثانية، كان 10 أشخاص مفتهم لهم، مش رجعوا 5، عاد مرة ثالث رجعوا 3، عاد بعدين نفسهم الاثنين، ما لا عاد نفسهم الاثنين، بعدين عاد نفسهم. خلاص هذا مش مشكلة الدكتور، مشكلة الطالب اللي ما فتهمش. فهم لك ايش قصدي؟ هذا اللي احنا نقدر نوصل لهذه المرحلة. فبالتالي لما اوصل لنسبة هي نفسها ما عاد فيش امبروفمنت، خلاص اتوقف عن هذا التدريب. كمان في معك ملاحظة ثانية، اثناء ما قلت لك الان لو جينا بس نختصر كل اللي قلنا مع الملاحظة اللي بقول لك عليها بعد شوية، إنه أنا الآن بعملية الكلاسيفيكيشن في معي سامبل، السامبل هذا معلم عليه، يعني إنه هذا من وهذا من. بعدها باقي على مرحلة الفيتشرز اكستراكشن اللي هي عملية استخلاص أو استخراج السمات أو الصفات المميزة. بعدها أوجد على حاجة تسمى فيتشر ريدكشن اللي هي تقليص لهذه الصفات بحيث أجيب بس الصفات المهمة المهمة جداً. بعدها أدخل على مرحلة التريننج، مرحلة التريننج اللي يعلمك من يعلمك المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، بعدين تيستينج، فأفحص وأعيد امتحان، أعيد التريننج إذا ما جبت إجابة صحيحة. بس لكن ركز معي، أول ما أكمل أول تدريب، ها يا ريت لو النقطة هذه، لأنه في ناس كثير مش مركزين عليها ويوقعوا بالفخ. أول مرة أحصل تدريب، كملت التدريب لأول مرة، باجي أعمل تيستينج فحص، بعمل فحص. أثناء ما عمل الفحص أنت بتفحص على كذا كذا، أنت مثلا بتفحص 10 سامبل، لو معك مثلا افترض إنه مثلا كان معك 100 سامبل، خلينا نقول 60 أخذتهم للتريننج، 60 سامبل أو 60 صورة أخذتها للتدريب، و40 سامبل حطيتهم للفحص. فافترض أنت الستين سامبل هذا أنت بأول تدريب دربتهم على 60، جيت لأول فحص أساس بتفحص العشوائية حق الـ40، الـ40 افترض إنه طلعوا معاك 10 كان صحيح و3 مش صحيح، هل معناه توقف التدريب؟ لا بالعكس، أنت عليك عملت إجابة 30 مرة كثيرة كان غلط و10 اللي هي صحيحة. فإيش أعمل؟ أروح أعمل له سورتينج تدريب. إيش هذا السورتينج تدريب؟ بحيث يعني ترتيب قصدي، بحيث إنه اللي طلعتهم إجابة صحيحة يكون بالبداية، واللي عملتهم إجابة خطأ يكون بالأخير، بحيث اللي صح خرجهم على جنب وعد تدريب الـ30 الباقية. فبالمرحلة الثانية أعيد حق البقية من السامبل، أدربهم بعدين تفحص النتائج اللي كانت صحيحة، خليها من قدام من شان أبعدها، الباقي يعيد تدريبه لغاية ما توصل إنه ما فيش تغيير ما بين المدخل والمخرج، هو نفسه ونفسها، فبالتالي أتوقف عن هذا التدريب خلاص لأنه ما عاد فيش نتائج أخرى. طيب زي اللي انت سألت يا وسيم، هل تأخذ 28 الاختبار؟ في معايير صراحة لأخذ الاعتبار، وهذا اللي كنت اشتي أعلق عليها اليوم. الآن حاليا عرفنا كيف ندرب الكلاسيفيكيشن، عرفنا أول شيء. مع فكرة أنا ما أخذتش كثير بالريجريشن لو تركز، مع أنه مهم، أخذت لك كثير بالكلاسيفيكيشن لأنه أغلب المشاكل وأغلب شغل الماشين ليرنينج بثيمتين، بكلاسيفيكيشن وكلاسترينج. لذلك الكلاسيفيكيشن أخذنا وقت